الله ونبدأ وصفتنا. بسوي اليوم معكم كسبية لذيذة جدا وتنفع عشاء سريع. بالبداية بحمس الدجاج، وزي ما انتم شايفين الدجاج قطعة صغيرة لاني هي اللي بحشي فيها الكسبية. احمس الدجاج قبل اضيف البصل والفلفل. طبعا لازم تصدمون الدجاج بالحرارة علشان ما ينشف عليكم، وبعد ما يبيض تضيفون البصل والفلفل. بضيف للبهارات اللي صورتها لكم، بهار الفاهيتا وبهار الدجاج والبابريكا والملح. طبعا بعد ما حمست الدجاج بالبداية وبعدين ضفت للبهارات، الحين اضيف البصل الابيض. يفضل ابيض، اذا ما عندك ابيض عادي ممكن العادي، بس الافضل ابيض. والحين بضيف للفلفل الملون مقطع شرايح وشرايح صغيرة، وحمسة كذا تقليبتين وخلاص. خلاص كذا الدجاج خلص. الحين راح اجهز الكسبية، ومرة طريقة سهلة، بنجيب تورتيلا ونحط عليها جبنة موتزاريلا ونحط من الحشوة. نجيب خبز التورتيلا ونحط فوقها جبنة موتزاريلا، ناخذ من حشوة الدجاج بالشكل، وكمان نرش على الوجه جبنة موتزاريلا. نجيب التورتيلا ونغطيها فيه. طبعا ما حطيت بالقلاية لا زيت ولا يحزنون، تشوفون الحين بقلبه على الوجه الثاني. بسم الله صاير كذا مقمر. خلاص كذا الكسدية خلصت، نحطها هنا ونقطعها، وبنسوي تورتيلا الحارة. بسوي واحدة ثانية بالفلفل، تورتيلا حارة نقطعها. تسمعون القرمشة؟ يا سلام. تيك ون، شوفوا الحين، شوفوا شلون الجبنة دايبة. يا سلام، شفتوا سهولة؟ تنفع عشاء. نكرر الخطوات. حطيت تورتيلا حار، أنواع من التغيير، مور تشيز، نبي إجرام أكثر. خلصت الكسدية، شفتوا السهولة؟ سويناها بالتورتيلا الحارة والعادية. يلا عاد أبيكم تسوونها عشاء، وبالعافية.